مشاهدينا الأحباء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مشوار مع فنان. اليوم أثرنا المجيء إلى ستوكهولم للمشاركة في افتتاح معرض للفن التشكيلي الذي يطلق عليه اسم 5 فنانين سوريين. المعرض جاء من بنات أفكار المايسترو إبراهيم قطو الحائز على شهادات تقدير وميداليات ذهبية فضية برونزية من خلال مشاركاته بمعارض في مختلف أنحاء العالم. الآن دعونا ندخل إلى الصالة ونتعرف بالتتالي على المايسترو إبراهيم قطو وال5 فنانين السوريين المشاركين في هذا المعرض، فإلى هناك. استاذ جبريل صار، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، امية السلامة سوريويا سات. يا اهلا وسهلا. اليوم مشاركتك بالمعرض كانت من خلال هاللوحات الفنية التشكيلية، فإذا فيك تحكي لنا عن وحدة من هاللوحات، شو حابب يعني تخبرنا أو شو نطالع فيها هاللوحة هاي من روح فنية؟ أنا مشاركتي مع ال5 فنانين من سوريا، هني الفنانين سريان، كانت 10 أعمال، والأعمال هدول الورا هني 6 أعمال نفسي يحملوا نفس الاسم، أشعار بالألوان والضوء. فالأريد أعكس من خلال اللون ومن خلال الضوء فرح الفنان وفرح الإنسان مع الطبيعة مع اللون، وهي مشاعر إنسانية أريد أنقلها إلى الآخرين، وأتمنى أنه أنقلن جزء من فرحي، جزء من هالأشعار وهالألوان اللي تبسط وتفرح الإنسان. شو هي أغلب المواضيع اللي عم تتناولها بلوحاتك الفنية؟ مواضيع أغلبيتها عن الإنسان وعن فرح الإنسان وعن الطبيعة، أريد أنقل من خلال الطبيعة ألوان الطبيعة فرح يتأثر فيه الإنسان، مشاعري كإنسان، مشاعري كفنان أريد أنقلها إلى الآخرين. والمواضيع عامة هي مواضيع أدبية ومواضيع فكرية وفلسفية بأسلوب تجريدي بأسلوب حديث. إمتى بدأت رحلتك الفنية بالفن التشكيلي؟ بدأت طبعا مثل ما يقولوا من الطفولة، وبعدين بدأت في الدراسة الأكاديمية في كلية الفنون الجميلة، تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 1982 ودرست في كلية الفنون. وين؟ بأي مكان؟ بدمشق. درست بدمشق. نعم. بعدين كملت وعملت معارض، أقمت معارض في دمشق، بعدين انتقلت للسويد، وهون كمان تابعت مشواري الفني، وهلأ المعرض هذا عم نلتقي مع فنانين ونقدم أعمالنا. وأنا قدمت عدة معارض مع فنانين سريان، مع فنانين أجانب، مع خارج السويد. قدمت شي معارض السويد؟ قدمت بسوريا وبلبنان وبالسويد، لا ما قدمت بأوروبا تانية. كانت عبارة عن مشاركة بمعرض عام أم كانت مشاركة أو افتتاح معرض خاص بلوحاتك؟ أنا عملت معارض فردية، شيء 5-6 معارض، وكمان 5-6 معارض مشتركة مع فنانين آخرين سوريين أو سريان أو أجانب، سويدية فنلندية، عدة معارض شاركت مع معارض فردية، مع يعني فردية وجماعية. في المستقبل القريب في شيء نوايا لافتتاح معرض جديد خاص لك؟ السنة عندي معرض بالشهر 11، معرض خاص تقريبا كل الأعمال اللي عملتها من سنة إلى سنتين، وبالسنة الجاي كمان عندي معرضين فردية ومعرضين جماعية. تقريبا شقد عدد الأعمال الفنية اللي
اللي رسمته بالمعرض هذا ولا بشكل عام؟ والله ما فيني أعطيك رقم يعني، أنا مو أحسب، بس كتير أعمال يعني من خلال الدراسة، من خلال المعارض، اللوحات كتيرة يعني، وفي من عرضت انباعت، في من انكبوا، في من يعني هيك كتير، ما بقدر أقدر لك العدد. أي لون من الألوان تفضلوا بلوحاتك الفنية؟ ولا الألوان الفريحة هي اللون الأزرق أغلب اللي يطغي على الأعمال. لاحظت الشيء هذا، اللون الأزرق هو طاغي على اللوحات تبعتك، هو يطغي على الأعمال تبعي. هذا يمكن له علاقة جزء من البيئة اللي تربيته فيها، وجزء كمان من حاسيسي وحبي لهاللون. شو بيعني لك هاللون الأزرق؟ اللون الأزرق أول شيء لما تفتح عينيك تشوف السماء زرقاء، لما تطلع على البحر تشوفه أزرق، لما الغروب تشوفه أزرق، فكتير أشياء باردة تحسها بالأزرق، لما تدخل ظلمة خفيفة تشوفها زرقاء، لما يتبلش الشمس تغرب أول بداية السماء، أول بداية الليل يكون أزرق، فالأزرق فيه لطافة وفيه خفة جميلة جدا، غير الألوان الحارة. أنا أحب الألوان الحارة كمان، ولكن له إحساس كتير هدوء، يعطيني إحساس بالهدوء اللون الأزرق. شكرا كتير لك أستاذ جابرييل، أخذنا من وقتك، شكرا كتير. سلامة، شكرا لك يا عيني. أستاذ صبري أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. معروف عنك أنك كاتب وشاعر وأيضا فنان تشكيلي، واليوم شاركت بهالمعرض هذا اللي شاركوا فيه خمس فنانين سوريين، فإذا فيك تحدثنا أو تخبرنا تحكي لنا عن واحدة من اللوحات اللي هيك تحسها قريبة من قلبك أو تحسها هيك مهمة أكثر من غيرها بالنسبة لك. بالنسبة لي لوحاتي كلنا حبنا، أنا يعني أعتبر مثل بناتي أو أولادي. نعم. ولكن أحيانا في لوحة قريبة لقلبك أكثر من لوحة تانية لسبب أو لآخر، فمثلا اللوحة اللي موجودة على يميننا تعطيني إحساس بالفرح والسلام والهدوء والصفاء والشوق إلى الحياة، ولما أنا أرسم اللوحة غالباً أرسمها بالسكين، أرسمها بشكل عفوي، بعيداً عن أي مدرسة تشكيلية وبعيداً عن أي مدرسة فنية، أرسمها بطريقة عفوية خالصة كشاعر يكتب قصيدة عبر اللون. هذا الأسلوب اللي أنا أتبعه بالرسم. يعني عادة ما بتستعمل الريشة برسم لوحاتك؟ أستخدم الريشة عندما يتطلب الأمر الدقة، مثلاً بالنسبة هاي اللوحة اللي على يسارنا اللوحة الوردة، أستخدم الريشة. لوحة الزهور اللي موجودة بصدر المعرض أستخدم الريشة، بعد ما أستخدم اللوحة كحالة فرحية باك جروند على خلفية اللوحة بالسكين أرسمها، وأمام اللوحة أو مقدمة اللوحة واجهة اللوحة بالفرشاة، وهي نادر سير، وغالبا أنا أرسم بالسكين، أغلب اللوحات مرسومين بطريقة السكين وعلى الأكريل، ولما أرسم اللوحة أرسمها لغاية ما تنتهي ما أجزأها. نعم. سبق وعندك مشاركات بمعارض تانية؟ نعم، شارك بنفس هالصالة معرض فردي بحزيران الماضي. يعني معرض أقمته لحالك؟ نعم، للوحاتك الفنية بس. نعم، تفضل. شاركت معرض فردي بصالة كاتو غاليري، ضم المعرض 40 لوحة تشكيلية كان يتخللها الفرح، السلام، الحب، الحياة، الحرية، الإنسان، علاقة الإنسان مع ذاته ومع الطبيعة ومع الحياة، وأعتقد المعرض نال استحسان الجمهور. لاحظت من خلال حديثك أنه كتير مركز على موضوع الحياة والحب بلوحاتك، أبدا ما تناولت مواضيع تانية بفنك التشكيلي. بلى، أنا أستخدم اللون اللي فيه فرح، اللون اللي فيه حب، اللون اللي فيه صفاء، اللون اللي فيه شوق. اللون الأحمر غالبا عندي يرمز للحب وللعشق، أحيانا يضغى ويصير وكأنه حرب، ولكن أنا أحس في حرب في داخلي ضد الظلم، ضد الحرب، ضد العصيان السلبي،
وضد أي اعوجاج من اعوجاجات السياسيين بالعالم بالشرق وبالغرب، لأنه أنا إنسان متمرد أحيانا على ذاتي. نعم. عندما أجد اعوجاج في ذاتي أتمرد على ذاتي، لأن هدفي تقويم الآخر، تقويم المتلقي، تقويم المشاهد. في وحدة شيء من هاللوحات اللي حكيت عنهم هلا موجودين هلا بالمعرض؟ نعم، أغلب اللوحات اللي موجودين بالمعرض. أي وحدة مثلا منهم؟ هاي اللوحة. أي وحدة منهم؟ هاي اللوحة مثلا. نعم. أحسها هي حالة غليان في داخلي، أغلي مع ذاتي ضد الصراع الإنسان مع الإنسان، يؤلمني جدا 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 عندما أشاهد مثلا الحروب القائمة بالشرق والصراعات الدموية القادمة من الغرب على الشرق في محو معالم الشرق، كل هذا يؤذيني ويدمرني ويؤلمني. وكتبت أنا نصوص شعرية بالخصوص، مثلا أصدر ديوان عنوانه الإنسان الأرض جنون الصولجان، علاقة الإنسان بالأرض. استنتج من خلال الديوان أنه الأرض أفضل من الإنسان، أكثر خيرا، أكثر عطاء، أكثر فرحا، أكثر إبداعا من الإنسان نفسه. لاحظت من خلال الديوان اللي أنا اكتشفت الإنسان أنه ضئيل وصغير أمام الإنسان، يذهب الإنسان وتبقى الأرض. نعم. نعم. مؤلفاتك الشعرية فيك شوي تحكي لنا عنها؟ إيه نعم، أصدرت 6 مجاميع شعرية، أول ديوان حصار الأطفال قباحات آخر زمان عن حصار العراق والشرق، ثاني ديوان ذاكرتي مفروشة بالبكاء، ديوان باللغة السويدية الإنجليزية ترجمتي، الديوان البعض من السلام أعمق من البحار قصيدة واحدة طويلة، والديوان البعض منه الإنسان الأرض جنون الصولجان اللي نوهت له، بعدين في ديوان ذاكرتي مفروشة بالبكاء مجموعة قصائد، وديوان الأخير كان هو عبارة عن طقوس فرحي، ديوان إنجليزي عفوا ديوان باللغة السويدية العربية ترجمتي وموجود من الأسواق. عندي نص جديد أشتغل عليه من حوالي 4 سنوات اسمه نص جديد شعري اسمه أنشودة الحياة، كتبت ما يعادل 10 دواوين منه، كل ديوان 100 صفحة، النص مفتوح عنوانه أنشودة الحياة، كل جزء 100 صفحة، ديوان مستقل مرتبط مع الديوان اللي بعده، ونصه ونفسه ملحمي. أنجزت 1000 صفحة الأولى وعم اشتغل على الديوان رقم 11 و12، يعني صفحة 1100 و1200 بعد 1000، وهدفي يعني مفتوح واتجاه شعري، يعني اعتبر الحياة أشبه ما تكون بقصيدة عنوانها أنشودة الحياة، ومفتوح على فضاء الكون، ممكن الشاعر يقدمها للمتلقي عبر نص شعري يتناول مواضيع الحياة جملة وتفصيلا. نصوص أدبية كتبت شيء؟ نعم، كتبت نصوص أدبية سردية غير ما مبوبة عبر كتاب، مثلا في نص أدبي سردي عنوانه الفلامنكو رقص منبعث من تجليات الروح، مجرد سرد. نعم. مريم القص من فصيلة البحر، الشوق إلى الوطن وإلى مريم القس التي توفيت مؤخرا، وقدم بطاقة تعزي إلى أهل القس عموما. وكتبت نصوص عديدة لها علاقة بالسرد، والإضافة إلى هالشيء أنا عندي اهتمام بالقصة القصيرة، عندي مجموعة قصص قصيرة اسمها احتراق حافات الروح، تتناول مواضيع عديدة عن المحجر، عن الاغتراب، عن الإنسان، عن المجتمع، عن الحياة، ودائما أسلط قلمي ضد الخطأ القائم سواء كان مع الآخر سياسي أو مدني أو اجتماعي أو هم من هموم الإنسان، وهدفي تقويم ما هو خطأ وتصويب ما هو صحيح، لأن الإنسان يستحيل أن يتطور نحو الأفضل ما لم يضع يده على الجرح وعلى اكتشاف الخطأ، والكاتب مهمته إبراز الخطأ وليس يعني معالجة الخطأ، الآخر هو يعالج خطأ، والسياسي هو المصلح الاجتماعي أو من لهم علاقة بتقويم المجتمع. نعم أستاذ صبري، حابب أقول لك في النهاية شكرا كثير لك، وأتمنى لك التوفيق والمزيد من التقدم، موفق إن شاء الله. أنا كمان بدوري أشكر سوريويو سات وأتمنى لك الموفقية في المستقبل، وأتمنى يصير تركيز على القسم العربي والقسم السرياني أيضا، وإعداد برامج فيها نوع من الإبداع والتركيز على الفنانين والكتاب والشعراء وكل ما له علاقة. إن شاء الله بالتواصل معكم بده يصير الشيء هذا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا مرة أخرى سوريا سات. شكرا كثير. يا هلا بك، مع السلامة.
ممكن يصل بعد شوي. ممكن تيجي. استاذ الكسندر حداد، اهلا وسهلا فيك. يا هلا. معروف عنك انك نحات وشاعر، واكيد اليوم مشاركتك ما كانت بالشعر، كانت بالنحت. فممكن تحدثنا عن اعمال النحت اللي قدمتها اليوم للمعرض؟ حقيقة اليوم مشارك بخمس أعمال نحتية. الأعمال فكرتها بتدور حول القضية أو قضيتين هامين بيشتغل فيهم، هي الحياة والموت، وتدور حول قضية الحياة، بتدور حول الإنسان ومعاناته. أي بمعنى آخر أنا بستغل كتير الحيوان لإسقاطات معينة، وبريد من هالشي هاد إعادة الإنسان لإنسانيته حتى لو رجع لحيوانيته. شايفين هون سلحفاة وحاملة على ظهرها حمل ولونه أزرق، شو كان مقصود من هالعمل الفني هذا؟ أنا إسقاطي بهالعمل هو أنه كل إنسان بيخلق بيحمل على ظهره صندوق، كل ما بيكبر بالعمر بهالصندوق عم بيكبر وعم بيجمع فيه هموم ومشاكل وصور ورؤى وكلمات وإلى آخره. فهذا الصندوق اللي هو متعة الإنسان ومصدر ثقافته خلينا نسميه، بيكون هو أحد أسباب انهياره خلينا نحطها بين قوسين، فالمتاعب اللي يحملها الإنسان هذا اللي قصد فيه أنا. ليش اخترت السلحفاة عن باقي الحيوانات؟ ليش ما اخترت حيوان تاني كنت قصد فيه شيء؟ أنا السلحفاة اخترتها لأول شيء قوة التحمل، العمر، والرمز من رموز الصبر خلينا نقوله، فبتكون شوي قريبة للإنسان بشكل أو بآخر. شايفين هنيك أرنب ورافع راسه كأني يعني يدل العزة والكبرياء، شو المقصود فيها المنحوتة هاي؟ كل حال المنحوتة هاي هي ضمن تيمة معينة اشتغلت فيها، كانت حدود الأربع أعمال بتدور حول قصة معينة، قصة الأرنب والثعلب خلينا نقول. من ضمن هالتيمة اللي اشتغلت فيها كان في منحوتة مثلا أرنب بيحمل قناع ثعلب. بهالعمل هاد هو بحاول الأرنب بوقفته هاي بيعطي صورة تانية عن الصورة اللي احنا اللي أخذناها عنه وعن الأمور هاي اللي جمعناها عنه، أي أنه هو يمتلك القوة، ما هو أرنب شفان مثل ما عم نصفه. نعم. والفيل؟ الفيل بهذا العمل الفني اللي اشتغلته هو أصلاً كان أصلاً العمل موجه للأطفال، وفكرتي هي كالتالي أنه هذا ينفذ بعمل كبير وينحط بمستشفى خاصة للأطفال. أي هذا الفيل الكبير والضخم حتى هذا إمكانه ينجرح، يعني يحط على إيده هالبلوستر خلينا نسميه، فهذا يكون أشبه بتعزية صغيرة للأطفال. والثور؟ الثور كمان له دلالاته ورموزه وقوته، هي أشبه بغنية حاول يطرقها الثور هذا. بالنسبة للشعر؟ نعم. مؤلف دواوين شيء ولا كاتب مجرد أنه نصوص شعرية؟ لا، أنا كاتب نصوص شعرية، دواوين ما عمل. وبالنسبة لي الشعر هو وسيلة من وسائل التعبير، يعني مرات تكون النحت يمكن ما يخدمك بشكل أو بآخر، فيرجع الإنسان للقلم لتنفيذ حالة معينة، شكل معين، جمالية معينة على الورق. بدأت الشعر قبل النحت أم ماذا؟ بعتقد الشعر كان قبل النحت. اهتمامك بالشعر أكثر؟ لا، اهتمامي بالنحت أكثر. يعني 100%؟ طبعا. تلاقي نفسك احيانا انت عم تنحت منحوتي وتشوف نفسك انه رايح ماسك قلم وعم تكتب شعر؟ على كل هذا الموضوع انطرق باحد المعارض، بمعرض شخصي كان بنور شوبينج من حدود السنه. كان المعرض كان يتضمن اعمال فنيه واعمال شعريه، اي كل عمل فني له قصيده معينه، طبعا الشعر كله بالسويدي، قصيده معينه، يكون واحد مفتاح للثاني، واحد يكمل الثاني أو بالعكس. أو بالعكس. نعم. مشاركاتك بالمعارض تعدد حدود السويد؟ إيه، مشاركات، عندي مشاركات تعدد حدود السويد بشكل يعني حتى وين؟ يعني دنمارك، برشلونة من فترة كانت، وحاليا في النرويج. بلدان عربية؟ بلدان عربية ما صار هالشي لسه، بس في مستقبلا. وحاليا عم بيجيني دعوات كتيرة، يعني عم بيجي دعوات من نيويورك، عم بيجي دعوات من طوكيو، لكن بده شوي وقت يعني. سمعت عنك انك كمان مدرس هون بمعهد الفنون الجميلة،
نعم انا بدرس بدرس بالمعهد وبدرس عملت فتره اشتغلت بالجامعه كمان بدرس ماده النحت وماده السيراميك خصوصا. شكرا كثير لك ونتمنى لك التوفيق والمزيد من الصحه والعافيه. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا لكم لتلفزيونكم. شكرا. استاذ جبرائيل كارات اهلا وسهلا فيك. اشكرك على المقابله وميت السلامه والله يقدرنا على الكافات ويقدرنا ان شاء الله بالخير. بيت كارات عائله فنيه كبيره وحضرتك صاير عمو للمرحوم جان كارات فناننا الكبير. واليوم عندك مشاركة بهالمعرض هذا عبارة عن تماثيل منحوتة، في منها من الفخار وفي منها كمان من شو مصنوعة هاي؟ من الخشب، سجر خشب. نعم، شو بتحكي هالمنحوتة؟ هاي أول نحتة تحكي عن الأم المثالية، الأم أم العالم، بتجيب أولاد، هالأولاد تربايتن يطلعوا حسنة ومنن يحبوا السلام. وهي تقريبا عن قصة حقيقية أن يطلعوا شريدين ويطلعوا علامة وفي منهم صرخة الحياة وفي هون اللي كيمشين طريق السلام وبعدين الكل يحمين حاطط لهم كلب والكلب هو الأمين اللي يحمي هالعائلة هاي وهي هاي أم العالم. شو في عندك كمان منحوتات تاني هون بالمعرض؟ في عندي 5 قطع وفي قطعتين فخاريات لأن المحل ضيق ومشترك مع 5 فنانين. القطعة الثانية هي عن الأب يقظ وحريص على أولاده ومهتم فيهم وحيظنهم كل الحظن. والقطعة الثانية السلام، الرجل اللي مربي الشباب والشباب فاهمين بعلم وبثقافة وبجد ونشاط وبثورة حيدين السلام. نشاطات فنية غير النحت على الخشب والفخار، ايش شو في عندك كمان؟ عندي لوحات عادية ضخمة كبيرة، عامل لوحات من نفر من جبصين وشمنتو معلولة، وعامل كمان على النحاس كبار، الكبار تبعي اسمها 2 ميلي طرق كله قوي بالايد، عندي تقريبا 50 لوحة. انا جاي من ريتور من سنة 89 انا اشتغل، عندي تقريبا فوق 150 قطعة. وهلا اشتغل بالسيسم تماثيل ضخمه كبيره، يعطيني محل كبير وعمال اشتغل فيه. استاذ جبرائيل انت من ايام القامشلي كنت عم تقوم بالنحت؟ المعامله من قامشلي واول مشجع عندي حنا. باي تاريخ استاذ جبرائيل؟ اتذكر شيء تقريبا من 45 سنة، هو اول مشجع عندي حنا الحايق اللي كان يزورني عدة مرات وعمل لي معارض وكان يشجعني كتير مشجعات وكتب علي مقالات بمجلة الفرسان. من عدا انه كتير عمل لي مقابلات، عمل بسوريا تقريبا فوق 20 معرض. نعم، شكرا لك استاذ جبرائيل ونتمنى لك المزيد من التوفيق ونتمنى لك دوام الصحة والعافية ان شاء الله. اشكركم كتير واتمنى لكم النجاح الباهر وهالنجاح هذا اللي تقدموه للشعب المخفيين من العلم من الثقافة، انت اللي عمال تظهروه، الله يعطيك العافية ويقويك. استاذ حنا الحايك اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك، شكرا. استاذ حنا الحايك انت بغنى عن التعريف ومعروف بمعارضك ومشاركاتك الدولية بمختلف انحاء العالم بمعارض دولية كبيرة، فاذا فيك تخبرنا او تحكي لنا عن واحد من هالمعارض اللي شاركت فيها. يعني في معرض أقمته أنا في بولونيا في عام 1990 وتحول هالمعرض لمعرض متجول لفترة 2 سنين. كان المعرض ظاهرة الحقيقة في بولونيا بحيث أنه ضرب رقم قياسي عندهم في مدينة أنا ما لي من سكانها، واللي يعرفوا حنا الحايك في ذيك المدينة بوزنان ما يتجاوز عدد أصابع اليد. فالحمد لله كان في حوالي 5600 متفرج، علما كان يدفعوا مصاري للدخل على المعرض. ايش قد بلغ عدد مشاركاتك بالمعارض الدولية؟ والله شوف انا ما حجزت الكل، في السيدة تبعي يقدر واحد يسوي بونك تيرينج مثل ما يقولوا او ينقط المعارض الفردية والمعارض الجماعية. المعارض الجماعية صرت اخجل اذكرها بالسيدة تبعي لان كثير هي
مطر بالمئات يعني؟ يعني أكثر من هيك. أكثر من هيك؟ أكثر من هيك تواضع. واليوم مشاركتك بالمعرض تبع اليوم خمس فنانين سوريين، في شيء لوحة معينة تحب تحكي لنا عنها؟ مثل ما أحكي لكل متفرجيني، المتفرج حر مثل ما أنا، لما أنا بدأ العمل ينمو في داخلي ما حد فرض علي، ولما طلع من داخلي أجي كمان بشكل حر، لأن الحرية أساس الإبداع. فما دام العمل حر وصل للمتفرج، فما أعتقد أنه أنا لازم أكون ديكتاتور للمتفرج وأقول له وينك انتبه، هون هنا هون بقول هيك وهون بقول. المتفرج عنده القدرة على أنه يبني العمل مجددا ويتعايش معه، وكل يوم يفتح طاقة في داخله بصدق أمام العمل، راح تتوسع الطاقة وتصير شباك، وبعد فترة قصيرة راح تحول إلى هالشباك إلى باب، ومن الباب راح يتحول إلى مدينة، ومدينة راح تتحول إلى عالم، وراح يغطس في العالم ويغيب ما بعرف وين. يعني مثل ما بنعرف الفن التشكيلي، أي شخص لما يوقف قدام لوحة فنية يعني في ترجمة مثل ما هو يتخيل. يعني أنا كنت حابب يعني من سؤالي أنه أنت تطلعنا عن الروح الداخلية تبعيتك بهاللوحة هاي. شوف، الروح الداخلية تبعي حتى أنا ما قادر أترجمها، لأن إذا ترجمتها مثل ما أنا مسكت الصحراء وحددتها، أو مسكت البحر وخنقته بأصابعي، فليش تخليني أندفع حتى أخنق حالي؟ ما بسمح لنفسي أخنق حالي أنا. شو المواضيع اللي تتناولها عادة بلوحاتك الفنية؟ إنسان، الحب، الطبيعة بشكل مجرد. شايف عم تستعمل الألوان النارية بأكثر لوحاتك؟ في داخلي نار وفي داخلك نار، ليش نطفيها؟ والنار هي أساس الشمس، ونحن أولاد الشمس. ألا تحاول إطفاءها؟ وأمنع مني حاول إطفاءها. أستاذ حنا الحايك، شكرا لك كثير، أخذنا من وقتك كثير، ونتمنى لك المزيد من التوفيق والتقدم والمزيد من الصحة والعافية. المقابلة شكرا كثير، لطف منكم. الصمت أجمل من الكلمات أحيانا، وأحيانا الكلمات أجمل بكثير من الصمت، لأنك لا تعرف اللغة الجوابع والعواصف عندما تأتي إلى فوهة وادي تعطيك موسيقى ملونة. فإذا كنت عاشق الموسيقى هناك ثورة الفكر، وإذا لم تكن عاشق الثورة يرعبك هذا الموقف، جوابع تتلاقى تتمشلق تتبشدق تتمعلى بالسماوات وتضرب الريح بالعاصفة فتذهب الغيوم بعيدا عن الأرض. هذا الموقف الرائع الجميل، موقف الشعر، موقف الكلمة، موقف بتولية الفكر تتمثل اليوم هنا. نحن المطرودين من مجتمع الحياة لنلتقي حتى نلتقي بالفكر وبالكلمة وبالمعنى الرائعة. مباركة هي هذه الاجتماعات، مباركة هي هذه الروعة الحقيقية، مبارك هو هذا العطاء الجميل. هنا نلتقي على الصمت وليس على الكلمة، لأن الكلمة متممة للصمت، وعندما يكون الصمت كثيفا تأتي العبارة عبارة حقيقية صادقة مغسولة بالزوفة بماء الطهر والنقاء. رائع جدا أن نجتمع مجموعة من شعراء وكتاب ورسامين ونتكلم ونتحدث ونتحاور. تحس أن رجليك الآن على الأرض، قدميك على هذه الأرض، وتستطيع أن تستشف كل شيء في هذه الحياة، لأنك أخذت إلى مجال أوسع من مجالاتك، أنك يفسح لك المجال أن تتكلم.
مباركون أنتم جميعا، كلكم شعراء وكلكم كتاب وكلكم تنثرون الكلمة من أفواه كلمة من شفاهكم، لكن تبخى الكلمة في البدء كان الكلمة والكلمة كانت عند الله. أشكركم شكرا جزيلا مزيدا من العطاءات في هذه المراسم الجميلة، وأتمنى لكم من صميم قلبي كل الموفقية والحياة الطيبة، ودمتم وعاش هذا الوطن وعاش وطننا. وشكرا. شكرا. مبارك مور أبونا. مبارك. فينا نتشرف بمعرفتكم أبونا. أنا الأب يوسف سعيد، أقدر أقول لك أنا أول قسيس وصل السويد. يا أهلا وسهلا. وأعيش في سود التالية، أعرف شيئين، قلمي وكتابة الشعر والرسم. يا أهلا وسهلا فيكم أبونا. شو سبب مجيئك اليوم للمعرض؟ لأنه حن الحايك برموزه السريالية تجذبني جذابة حقيقية، تجذبني الجذاب كلي، لهذا جيت أرى التطور الحادث مع حن الحايك بلوحاته. أبونا وكأني لك فكر باللوحات وبالرسم، كأني عندك سابق معرفة بهالأمور. أنا فتحت سبعة معارض في السويد، وأرسم الصور السريالية، لأن السريالية هي لغة هذا الزمان، لأنه كل شيء أصبح طلسم، واللوحات هي طلسم الفكر الإنساني. هذا هو السبب اللي دفعني أن أجي وأشوف عن الحايك. شكرا كثير لك أبونا. يا هلا. أهلا وسهلا فيك ست مرسي. أهلا بيك يا ميتا. أهلا وسهلا فيك كمان. يا هلا بيك. معروف عنك أنه أنت صديقة للفنانين ومتابعة لمعارض الفن التشكيلي، فمن خلال متابعتك للمعارض وصداقتك للفنانين التشكيليين، أكيد صار في عندك إمكانية لقراءة مثل هذه اللوحات، فإذا في بالإمكان تطلعينا على وحدة منهم وتحكي لنا عنها هيك شوي بشكل موجز. يعني الأخوة الفنانين المجمعين اليوم بجاليري كاتو نقدم له تحية، إبراهيم كاتو، ويعطيه ألف عافية على هالخطوة الحلوة إنه جمع خمس فنانين كبار. أولاً أستاذ حن الحايك وجابي سارة والعم جبرائيل أبو مروان وصديقي عزيزي ألكسندر حداد، أستاذ صبري يوسف الشاعر اللي فاجأنا بصراحة إنه بدأ هو كمان يرسم. اخترت لأنه كتير ناس بتعرف مين هو حن الحايك ومين هو جابي سارة وألكسندر حداد، فحلو إنه قدم أستاذ صبري كمان من ابن شعبنا للعالم، وناخد اللوحة مثلاً هاي. نعم. أنا بحبيتها كتير كتير، عم حس فيها فرح وفيها أمل. الفرح اللي فيها إنه هو فنان صاحب ألوان، يعني ألوانه مفرحة كتير، يحاول من خلال أعتقد هيك إنه من خلال كتاباته يعبي، يعني يرسم اللوحة ويعبر عن أحاسيسه في اللوحة هو كشاعر. فعجبتني كتير كتير هاي اللوحة لأنه فيها فرح وفيها أمل، وأحس نفس الوقت إنه قديش ما فيها حرب فيها أمل إنه رح تنتهي هالحرب، إنه عم يعطينا بالصورة إنه هالحرب كانت موجودة بس رح تنتهي، وإن شاء الله تنتهي حرب العراق إن شاء الله، عم السلام على العالم كلياته وخاصة شعبنا بالعراق. إذا حابة كمان تاخذي لوحة تانية ما في مشكلة. يا أخذ للفنان عزيزي صديقي ألكسندر حداد، يعني السلحفة العفو. نعم السلحفة هيدي كتير حبيتها، طبعا أعماله كلهم حلوين، ألكسندر حداد غنى عن التعريف كنحات كبير، بس السلحفة لفتت نظري، حسيتها كأنه إنسان وحامل هم العالم كله، بس هاللون الأزرق اللي فوق اللي حطه فوق السلحفة
يعني كمان عم يعطي أمل إنه الهم بيروح، يعني بتمشي برياحة يعني. فحبيت كتير لهالسلحفة إنه مهما كانت هموم الإنسان واحد بيحملها، إنه رغم الثقل ورغم الضغوطات إنه بيقدر الإنسان يستمر ويتأمل إنه يكون مستقبله دائما كويس. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. عفوا، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم نعم يعني نعم أكيد. يا نور يا كل إنسان. Exactly. صح نعم. صح. فهي من عمل ألكسندر حداد، يعني بصراحة كتير كتير حلوة. أتمنى إنه أشتري. أنا اشتريت لوحة للفنان جابرييل. عندك هوايات بجمع اللوحات؟ نعم، بحب أشتري لوحات وأجمع لوحات، وخاصة من شعبي. يعني طبعا اشتريت لغير فنانين كمان، فنانين عرب، لكن أحب أشجع أكثر شيء أبناء شعبي هلا وأشتري منهم لوحات. فاشتريت عمل أستاذ الفنان الكبير جابي سارة لوحة كتير حلوة، واشتريت من أستاذ صبري يوسف لوحة، وقريبا إن شاء الله رح أشتري من ألكسندر حتى. يعني فينا نقول عندك معرض صغير بالبيت؟ يعني تقريبا يعني، بس إن شاء الله الله يزيدون. إن شاء الله إن شاء الله الله يزيدون. وكل فترة عم بحاول أشتري من فنان، كل فترة طبعا. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. فيكي كمان تحكي لنا على لوحة تانية إذا حابين؟ نعم، ناخد طبعا جابي سارة بلوحته هاي، أنا كتير عجبتني معلولة. نعم. هون يعني أنا بحس فيها إنه كان في حزن كتير، والحزن طلع كله لفوق وصار نور. نعم. يعني قلب الحزن كله لنور، صار مثل شلال نور على معلولة، ورح تضل معلولة تضوي وتضل نور وتضل يعني في قلبنا أجمعين، لأنه إلى مكانة خاصة معلولة في تاريخ شعبنا السرياني. إذا ننتقل على لوحة الأستاذ حنا الحايك صديقنا. بالنسبة لأستاذنا الفنان الكبير حنا الحايك، صديق عزيز وغالي، نفتخر كلياتنا فيه طبعا أكيد، لحتى عم عندي إحساس إنه رح يوصل فننا للعالمية، هو وأستاذ جابي سارة وكل الفنانين السريان اللي بيحاولوا يقدموا لشعبهم وللعالم. هذا بتشجيع منكم أكيد كمان. أكيد يلعبوا. وأنا أتمنى كل النساء السريان وغير السريان جماعتنا إنه يحضروا هيك معارض ويشجعوا، لأنه لحتى واحد إذا ما يفهم الصورة بيقدر هو يحس فيها مثل ما هو بده. فإذا بيشجعوا كمان أكتر يصير عندهم المشاركة المعنوية دائما إلى دورة. أكيد دور كبير كمان حتى. أكيد أنا بحضر معارض، تقريبا أكترية معارض فنانيننا وخاصة أستاذ حنا الحايك. فاليوم كتير عجبتني اللوحة هاي، يعني اللون الأحمر اللي شو تقرأ لنا فيها اللوحة هاي؟ والله هاي اللوحة أنا بالنسبة لألي تعني لي إنه كمان إنه فيها إحساس حزن كتير، لكن النور عم بيشع من داخل، يعني عم يطلع مثل من قلب النار اللي موجودة وعم يصعد لفوق، وكأنه حاطت هو شخص أو ملاك واقف فوق هونيك، ويعني عم يقوى وفي عم يعطي هيك هداك اللي جنبه، يعطي إنه صار هذا الإنسان مثل الأسد، يعني قدر تحدى النار. نعم. قدر تحدى الألم، قدر تحدى الحزن، قدر يتحدى المعارك اللي مرت بحياته، الصعوبات. نعم. ست مارسيل، من خلال حديثك تبين لي انه عندك معرفة كتير كويسة بالفن التشكيلي، فسبق وجربت شي مرة تقومي بالرسم؟ بصراحة أنا بدي أقول لك شغلة طبعاً أفتخر فيها، الرسم أنا ما جربت، لكن كنت أحب الرقص الشعبي الفلكلوري. ومن خلال الرقص والدبكات كان دوماً أحب أصنع لوحة في خيالي حتى أقدر أقدمها في أي مثلاً عرض كان أو في حفلاتنا. فهل الترسيخ بيسموه بالعربي خلاني أحب اللوحات حتى. نعم. من اللوحات، من أنا صغيرة من اللوحات أخذ مثل قوة أنه أفهم اللوحة وأحب الرسم،
وطبعا تحية لأبو ولادي حبيب موسى الفنان الكبير، تحية كبيرة. طبعا هو كان بيرسم وحبيت من خلاله كمان أكثر الرسم، وحبيت الموسيقى السريانية أكثر. فهذا كمان عطى أنه الواحد كان متزوج مع فنان كبير مثل حبيب موسى ومع المحيط اللي حواليه من فنانين، هذا كمان عطى قوة لألي أنه أتابع وأحب، وإن شاء الله يمكن مستقبلاً أرسم كمان، ما في شيء مستحيل يعني. لا ما شاء الله، يعني معلوماتك جيدة وشايفك عم تقرأ اللوحة بكل سهولة يعني. الله يخليك. طبعاً مع شرتي مع الفنانين ودوما نلتقي يعني، استاذ صبري يوسف، جابي سارة، الكسندر حداد، حنا الحايك، العم ابو مروان هو زوج بنت عمتي كمان، تحيه له لبنت عمتي ولكل الاهل. يعني هذا كمان بيعطي قوه للمراه السريانيه انه وجودها مع المحيط اللي واحد بيحبه، فانا احب الفن، فوجودي معهم كمان علمني كثير وخلاني وحببني انه اقدر اتفاهم عملهم اكثر واكثر، ويوم مع يوم عم بتعلم اكثر. ست مارسيل، تشرفنا بمعرفتكم واخذنا من وقتكم كثير، وشكرا كثير لكم. شكرا لك، شكرا جزيلا، وشكرا لسريويا سات، والله يوفقكم يا رب. استاذ جوزيف قسطن، اهلا وسهلا فيك. اهلا اهلا، الله يسلمك، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. معروف عنك انك شاعر وكاتب القصه القصيره، يعني اكيد جيتك للمعرض اليوم اكيد لها سبب. يا سيدي، المعرض هو معرض فني والشعر هو فن، ففي ارتباط قوي بين الرسم وبين النحت وبين الشعر، لان هن يرسموا بالريشه ونحن نرسم بريشه، لكن ريشتنا هي ريشة الكتابة. يعني جاي تستمد بعض الأفكار من اللوحات؟ نحن نستمد من بعضنا، الرسام يستمد من الشاعر يأخذ منه صور، والشاعر يأخذ من الرسام صور ويقدر ينقلها على الدفتر. سبق أنه استنبط فكرة معينة من لوحة فنان معين؟ إيه، وكتبت عنها الشعر. إيه، أنا أخذت مرة من الفنان حنا الحايق لوحة وكتبت عنها قصيدة، وكانت قصيدة حلوة جدا كتير يعني، وسميتها القطار الذي لا يتوقف. فكانت هي، كان عنده لوحة تقريبا مثل مسلسلية، ثلاث لوحات مع بعضها، فأنا شبهتوها بالقطار اللي لا يتوقف يعني، فممكن نحن نستمد من بعضنا يعني وناخذ من بعضنا. نعم. شو آخر دواوين الشعر اللي كاتبها حاليا؟ كان في عندنا نحن جمعية اسمها جمعية الأدباء والفن في سدرتيلي، أصدرنا ديوان شعري أول اسمه دفتر الغرباء رقم واحد، بمشاركة عدد من الشعراء، بمشاركة أربعة من الشعراء، كان من الأب يوسف سعيد، والأستاذ حنا الحايق، والأستاذ يعقوب برسوم، وأنا. الديوان الثاني كان خاص لألي، هو ديوان اللوتس، زهرة اللوتس معروفة يعني، معروفة طبعا. وهلأ في عندي ديوان قيد الطبع، وعندي كتاب لقصة قصيرة، قصص قصيرة كمان قيد الطبع. وطبعا نعمل أمسيات شعرية بين الحين والآخر يعني، نلتقي. وين عم تقيمون الأمسيات الشعرية؟ نحن عم نقيم الأمسيات الشعرية بكل مكان يستقبلنا، إن كان بالبيبليوتيك تبع الاستاد في سدرتيلي، أو قمنا بإسكولستونا، بيوتوبوري، بكنائس، بأندية، ما عندنا مكان محدد يعني، مين ما يطلب مننا كنا نحن نقدر نلبي الدعوة ونقيم عندنا الأمسيات الشعرية. أستاذ جوزيف، أخذنا كتير من وقتك، أحب أتشكرك كتير، ونتمنى لك دوام الصحة والعافية والتوفيق والمزيد من كتابة الشعر. شكرا لكم، وشكرا لتلفزيون سريويو سات، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أنه تعطوا أكثر وأكثر
ونحن معكم دائما ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله. استاذ وديع عمسيح اهلا وسهلا فيك. شكرا. يا اهلا وسهلا. معروف عنك انك ممثل درامي، ممثل مسرحي درامي، شو سبب جيتك اليوم على المعرض؟ جيتي المعرض هو اولا حبي للفن التشكيلي، حبي للأعمال الفنية من مختلف الأنواع سواء كانت نحتية أو رسم، بالإضافة لأنه الفنانين هن أصدقائي يعني، والفن طبعا كله بيفوت على بعض يعني، الفن المسرحي، الفن التشكيلي، النحت، يعني بتستلهم بعض الأفكار من حضورك للمعارض هاي؟ ما قصة استلهام، ولكن نظرتي أنا قد تكون نظرتي للأعمال الفنية مختلفة يعني، أنا أنظر بعين مسرحية للوحة التشكيلية مثلا، بناء اللوحة، التكوين اللوحة، عناصر اللوحة، بالإضافة لتناغم اللوني باللوحة، فممكن تكون نظرتي أنا نظرة خليني أقول مسرحية. نعم، بالعادة تقوم بزيارة كافة المعارض اللي عم تصير هون بالسويد؟ قدر الإمكان المعارض الفنية يعني، مو كلها أكيد، مو كلها لأنه في معارض كثيرة يعني، ولكن المعارض اللي أسمع فيها واللي أعرف الفنانين وأدعى للمعرض بالتأكيد ألبي فورا دعوة يعني، وبالعكس أفرح لما يكون هناك مناسبة مثل هاي يعني. أنا انتهز الفرصة وأشكر الفنان إبراهيم قطو على هاي المبادرة، أنه يجمع 5 فنانين سوريين من مختلف الأجيال، من مختلف المدارس الفنية، ومن مختلف وسائل التعبير يعني، من نحت إلى اللوحة التجريدية، اللوحة التي لا تنتمي إلى أي مدرسة، في معرض واحد، فهذا بحد ذاته هي مناسبة كتير جميلة ومشكورة يعني على جاليري كاتو. يعني شايف اليوم المعرض نجح نجاح كامل؟ نجح من حيث أنه جمع مجموعة من الفنانين، نجح من حيث أنه هي قليلة المناسبات اللي نجتمع فيها هذا الاجتماع مختلف أنواع الفنانين يعني. اليوم شفنا عزف عود جميل من الفنان موسى الياس، شفنا نحاتين، شفنا مصورين، شفنا مطربين، شفنا، فهي مناسبة المعرض هي اجتماع هذا الكم من الفنانين ومن محبي الفن التشكيلي، هذا بحد ذاته نجاح، ونجاح كتير كبير واعتبرونا. طيب والله حابين بس نتعرف على آخر أعمالك المسرحية. أنا آخر أعمالي المسرحية عملت أنا أعمل مع فرقة سويدية، طبعا اشتغلت بالدراماتن بس أعمل مع فرقة سويدية، آخر عمل كان اسمه فيفاناس بارن، عمل سويدي يحكي عن مدينة ستوكهولم بال1700، بدايات تحول المجتمع السويدي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، بدايات تصنيع في السويد يعني، وبيحكي العمل عن عمالة الأطفال والنساء، استغلال الأطفال والنساء. نعم. في ذلك نعم. الوقت في 1700 بالمسرحية، هذا كان العمل اسمه فيفاناس بار، من إخراج مخرج معروف اسمه كينت إيكباري. شكرا كثير لك أستاذ وديع. شكرا. ونتمنى لك التوفيق. شكرا لكم. شكرا. شكرا. Thank you.
استاذ ابراهيم قطو، اهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا، اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافيه. في البدايه حابب اتشكر كثير على هالمعرض الحلو، وبالفعل يعني بادره حلوه منك، واللي قمت فيه اليوم يعتبر عمل وانجاز عظيم. شكرا كثير. جمعت عدد من الفنانين السوريين وشفت كان في اقبال جيد جدا، بالإضافة لمشاركة فنانين وشعراء اللي اجوا تفرجوا على هالمعرض هذا. ومثل ما أنا شايف هلأ بالمكتب عندك لوحات كتيرة، منها شهادات، منها شهادات تقدير، منها ميداليات، منها بعض الصحف العربية والأجنبية والسويدية اللي كتبت عنك. بالفعل هذا شيء يدعو للفخر. حابين هلأ انه انت تحكي لنا عن افكارك المستقبليه لاستمراريه مثل هيك معارض. اولا شكرا لكم. طبعا فكره الجاليري هي عمرها قديم كتير، وفكره الاستمرار في استراتيجيه طويله كتير. انا لما فكرت اعمل جاليري فكان في اسباب، منها انه هالفنان كان يوما ما سوق للاستغلال من قبل مؤسسات ونوادي وأشخاص، كان بيضحكوا على هذا الفنان وتعال بنقيم لك معرض. هو ما في لا معرض، لا بيكون بباحة كنيسة، أما بقهوة، أما بالشارع. زل هالفنان. أنا كل فنان في هذا العالم هو أخي، هو يعني جزء لا يتجزأ مني، وحلفت يمين إذا يوما ما أصل. هذا نتيجة عشقك للفن؟ هو طبعا 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 إخلاصي. يعني في آية بالإنجيل لسيدنا المسيح يقول كن أمينا إلى الموت سوف أعطيك أكليل الحياة. لما الإنسان بيكون أمين لوطنه، أمين لشغله، أمين لزوجته، أمين بعلاقاته الإنسانية مع جيرانه، مع أصدقائه، مع شعبه، بده رب العالمين بده يبارك له بالبركة بالنجاح. وفكرة الجاليري أجت من هالأساس، وحبيت أنه أساعد زملائي وإخواني هالفنانين في جميع أنحاء العالم، مهما كان دينهم، مهما كانت قوميتهم، مهما كانت أسماءهم. لأنه أنا ما بنتمي، يعني أنا أوكي بنتمي إلى أرض وتاريخ، بس أنا مش هذا فلسفتي. أنا فلسفتي هي فلسفة اللون والروح، أنا والريشة واللون. أنا كل فنان في هذا العالم جزء لا يتجزأ من ألواني، من أحاسيسي، من تفكيري. وفي أنا دائما أقول قول عندي أنه الفن هو الصليب، والفنان هو الصليب اللي بينصلب عليه الفنان. واليوم شفت قدامك وانت حكيت هالنجاح الكبير اللي نجح هذا المعرض إداري. أنا بالنسبة لي بعتبره النجاح الكامل، لأنه أنا كنت أتمنى من مؤسساتنا ومن مسؤولين اللي ناطقين بأسماء المؤسسات والنوادي شيء حلو لو بيجوا، شيء حلو لو بيشاركوا أولاد طائفتهم، أولاد شعبهم. وأنا بس ما عملت الجاليري للطائفة ولهالشعب، أنا عملت الجاليري للمجتمع العالم كله بدون أي استثناء. فكرة المعرض خمس فنانين سوريين، راح يجي معرض تاني هو خمس فنانين أوروبيين أو أكتر، بعدين معرض فنانين سوريا. طبعا أوروبيين تقصد أنه سوريين من دول، نعم، في مقيمين في أوروبا. برافو. من مختلف دول أوروبا طبعاً. نعم طبعاً. اليوم كان للفنانين السوريين المقيمين في السويد فقط. نعم برافو. نعم، وهذا اللي خلاني أنه نبدأ خطوة. تلفنت لكل الفنانين اللي راح يشاركوا، بعثوا لي الماتريال او الاعمال تبعهم، درستها وفي منهم لسه عم بحكي معهم تحت الدراسه اللي كانوا منهم مسافرين. استراتيجيه الجاليري هلا فتحت فرع في سود داريا، محل 400 متر مربع جديد كبير، ان شاء الله راس الشهر راح نفتحه. راح يكون شركه تصوير انتاج فني، او ما تسمى بشركه الفن السابع، بتخدم كل شيء، الفن التشكيلي، الفن السينمائي، تصوير فيديو كليب، حتى نعمل برامج وثائقية بنشبعها للقنوات الفضائية. الجاليري عندها أهداف، استراتيجيتها كيف رح تصير هلأ؟ عندنا مشاريع تكريم مثقفينا وفنانينا، إذا كانوا موسيقيين أو شعراء أو كتاب أو سياسيين أو إلى آخره. الجاليري عندها علاقات دولية في الوطن العربي، ولا علاقات في أوروبا وأمريكا وفي كل أنحاء العالم. مع أي من الدول العربية العلاقات؟ مع كل الدول، مع جميع الدول. مع جميع الدول، نحن ما بنستثني دولة. أنا حكيت
تقريبا بفترة 6 شهور بالتليفون مع كل الوطن العربي، مع جميع الفنانين من جميع الديانات، من جميع القوميات، من جميع القلة، واخترت نخبة عالية جدا. ليش؟ لأنه أنا أريد أقدم ابن الشرق الأوسط اللي أنا أنتمي من هل الشرق الأوسط هو من سوريا. أنا أريد أفرجي للمشاهد الغربي، للإنسان، نعمل ثورة أفريقية. نحن ناس مش جاهلين، نحن ناس بننافس العقل الأمريكي، بننافس العقل الأوروبي إذا أتاحتنا الفرصة. ونحن في عنا الحمد لله اليوم جمهورنا الكبير مش جمهور بسيط، جمهور كله أكاديمي، جمهور كله حامل شهادات عليا، جمهور كان بالطبقة الراقية جدا جدا، من أرقى الطبقة الموجودة بالسويد. وفي منهم اعتذروا، تلفنوا لي اعتذروا أنه ما تاقوا بيجوا، في منهم بعثوا لي إيميل إلى آخره. الجاليري بعد ما بتنتهي من هالمشروع عندها مشاريع تانية، لأنه راح نحول المشروع الكاتو جاليري إلى كاتو كولتور سنتروم. بالفترة الجاية راح يصير أسبوع الثقافة، مركز ثقافي. راح نحول بدل معرض يصير بنعمله أسبوع ثقافي سوري، أسبوع ثقافي فلسطيني، أسبوع ثقافي سرياني، أسبوع ثقافي آرامي. في عندك علاقات طبعا مع كل الدول بدون استثناء أي دولة من عدا تركيا. من عدا تركيا ممنوع بعمل معها أي نشاط، بسبب أنه تركيا ما عم تعترف بإبادة الشعب الأرمني والسرياني، المسيحيين شرق الأوسط اللي انقتلوا منهم، نحن حتى كمان شعبنا السرياني. طبعا سبق وسويت معرض يتعلق بشهداء الأرمن والسريان. نعم سيفو سيفو، أيوة. عملت ب 24 نيسان بيوم شهداء الأرمن، بهذا يوم تاريخي، احتفال جميع الأرمن في كل أنحاء العالم يحتفلوا في هالمجزرة اللي سواها العثماني أو الفترة التركية. طبعا المعرض كان مشترك بين الأرمن وبين المسيحيين في الشرق الأوسط، فرجيتهم هن من سوريا، من تركيا، من العراق. طبعا السريان كان جزء لا يتجزأ من المعرض، وكل التسميات من شعبنا كانت موجودة في هذا المعرض. نقلنا رسالة انه قاتلنا واحد، ساقيت الدم واحدة، شهدائنا واحدة، عظامنا صارت خليط مع بعضها، دمنا واحد. عشان هيك الهدف هو التزام انساني، التزام. حتى الجاليري كاتو، الاسم كاتو جاليري متعلق بالمجزرة. نعم. لانه انا اسم جدي اسمه حنة. نعم. لما باللغة التركية او بالكردي قالوا له قطو، يعني اي قصير، قصير يعني بيصير حياته قصيرة. لما حياته جدي مش حياته قصيرة، جدي عمره طويل وجسدا طويل، وكان من الرجال اللي له كلمة، ومن الرجال اللي كان له شموخ، وكان له حرب. كان عم يقصدوا فيها الاستصغار. لا مش استصغار، انه حياتك قصيرة بعد ما قتلوا اهله. نعم. بعد ما قتلوا اهله، يعني بالعربي بتصير انا ابن الانسان المضطهد. يعني اخذ هاللقب هذا، اخذوا لقب على اعتبار انه نعم من المجزرة انه حياته قصيرة، ما حياته قصيرة. نعم. ورغم نشكر الله انه جدي عاش حياة طويلة وعاش عمر طويل، والحمد لله كمل نسله مثل ما بيقول. طيب أستاذ إبراهيم، حابب بس تعطيني فكرة كمان عن المعارض الدولية اللي شاركت فيها وحصلت فيها على ميداليات وجوائز وشهادات تقدير. فضل. طبعا أنا عندي معرض هو كان لشعبنا، عملته هذا المعرض كتير بفتخر فيه. اخترت هذا عملتهم بالسويد، اخترت 40 شخصية سريانية وآشورية وكلدانية من جميع التسميات، بيعيشوا من سوريا، بيعيشوا من تركيا، بيعيشوا بالعراق، بيعيشوا بلبنان. شو سبب مجيئهم للسويد وشو وضعهم في السويد؟ اخترت طبقة كتير عالية من المثقفين والسياسيين، يعني اخترت تقريبا من كل شيء اللي يلزم لتأسيس دولة أو عندهم دولة بس باع عنا دولة، يعني انه نحن جاهزين، شعب كامل مكمل، عنا كل الطاقات، كل المجالات العلمية والثقافية والتكنولوجية، بس شو ما عنا أرض احنا بنوقف عليها، عنا أوطان محتلة. الفكرة من هون أجيت. بعدين صارت الفكرة انه بعد ما صورت وحسيت بمأساة هالناس اللي أنا صورتهن أهلي، طلعوا انه سمينا المعرض هو تقريبا إبادة الشعب المسيحي في الشرق الأوسط. وانطلق المعرض. المعرض انعرض في السويد، انعرض في الكونستهال أول مرة، بعدين انعرض في فركوتهوس أوك بارك، أخذته إيجار، برمته السويد كله، بعدين انعرض بالمتحف الوطني الهولندي، انعرض بمناسبة عمان عاصمة الثقافة العربية، وحصلنا على وسام من المملكة بمناسبة عمان عاصمة الثقافة العربية من درع الوزارة. صور المعرض منهم صورة الأب يوسف سعيد، الإنسان العظيم الأب يوسف سعيد، اليوم ذكرناه وراح نكرمه بإذن الله.
أخذت الصورة الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية، وبعض الصور أخذت أفضل عمل بالاتحاد المصورين العالميين، وأخذ كتير مميزة إعلامية كبيرة، يعني نحكى عنه كتير بجرائد عربية وبجرائد سويدية وبجرائد دولية، حتى بعض القنوات الفضائية والراديو. هذا المعرض أثر بقلوب وبعقول الناس، لأنه أنا صورت اللحظة اللي عم تعيش مع الإنسان في داخل إحساسه. والحمد لله أشكر كل الأشخاص الموديلات اللي عاشوا لحظاتهم قدام الكاميرا. المعرض عائلة المعرض هلا اليوم، يعني شوف الصورة بتبقى، كل شيء بيروح بيضل الصورة. أكثر من 4 شخصيات أنا بعزيهم عن عبر سريو صاد: الملفونو قسطنطين شمعون، الملفونو يوحنا قاشيشو، الملفونو توما نهرويو، السيد حسني كورو، وما بعرف إذا في ناس ما سمعت إذا توفوا لسعون عايشين، يعني مأساة هدول خسرتهم عائلة وجوه من الشرق توفوا. وفي عندي كمان هدول الصور رح يضلوا موجودين بالمعرض، يعني مو ما رح يشالوا، رح يضلوا موجودين، هدول هن جزء لا يتجزأ من المعرض. أما ناحية الميداليات والدبلومات، طبعا أنا ما أخذت ولا ميدالية ولا دبلوم من شعبنا ولا من أي مؤسسة من شعبنا، أنا اللي أخذتهم كلهم عالميات من أمريكا، من أوروبا، من الدول العربية، من مؤسسات سويدية على مستوى عالمي، ونشكر الله. شو هي كانت أقوى شهادة تقدير أو ميدالية أو ما شابه ذلك؟ طبعا بالنسبة للي كل الميداليات اللي يعني كل الميداليات لما أنا أخذها على أوروبا بآلاف المصورين المشاركين، بأخذ الميدالية الذهبية أول واحد على أوروبا أو الثاني أو الثالث أو أفضل عمل بالاتحاد المصورين العالميين، مصور السنة إلى آخره، هدول كلهم شيء جميل. أنا وآجي أنا من الحسكة من سوريا من مدينة السنابل الذهبية، وبحصل على عقل الأوروبي مع أنا بنافسه، بس أقواهم هي جائزة الماستر أي المعلم العالمي في فن التصوير الفوتوغرافي من أوروبا. من وين أخذتها؟ أخذتها من أمريكا، من أوروبا، هون توجت فيها بالسويد حفلة تكريم كبير كتير كتير بالاتحاد من الولايات المتحدة. نعم. بالإضافة لهالشهادة حابب أسألك، رحلتك الفنية مع التصوير إمتى بدأت؟ من الطفولة. أنا مولود، يعني عمرك الفني أنا 7 سنوات كان عندي كاميرا، كنت بصور فيها ورسمت وتعذبت لحتى بالآخير وصلت. يعني الفن مش كلمة، هلا للأسف في كتير فنانين لسه ما رسم بيسيب بغرور، بيقولك أنا فنان وأنا هيك وبينطلق، ولسه ما عرض له بحارة وبشارع وبين تنكة وبين سلة زبالة بيقولك أنا صرت فنان عالمي. لا يا أخي، الفن العالمي لا تنكة زبالة ولا هيك، الفن العالمي هو أو الفن هو مقدس، الفن هو احترام وكرامة وإنسان. أنت إذا ما بتكون ملتزم مع أخوك لغة إنسان عالمية، هو طبعا طبعا طبعا، وهذا اللي نحن عم نسعى، يعني اليوم لغة الروح لغة الإحساس. حتى رب العالمين الله بحد ذاته تأثر بالفنان، أخذ تأثيره كامل، أخذ الطين قال يلي أصبح آدم، صنع آدم ونفخ فيه أعطاه روحه، هذا عملية نحت. وصل إبراهيم قطه إلى ما يصبو إليه في مهنته؟ طبعا بفضل الله، بفضل أهلي، بفضل زوجتي الكريمة اللي تدوم على راسي إن شاء الله بعطاءها، مو بيقول وراء رجل عظيم امرأة. زوجتي تعبت كتير، استحملتني كتير، أولادي اتعذبوا معي كتير، هلأ ابني شفته من الافتتاحية لهلأ ابني، أشكره كتير إسحاق، صور المعرض كله، عم يصور كأنه مصور محترف، وأتمنى له التوفيق. وبشكر كمان، بشكر كمان شعبنا. أنا بحكي لك كيف طبيعتي، كل ما أنه ما بتشوفني كل ما بقوى بالشوفان أكتر، يعني كيف كل ما أنت مثل ما بيقول سيد المسيح: من نكرني أمام الناس سوف أنكره أمام أبي الذي في السماوات. إذا هالنوادي والمؤسسات ما بتعترف فينا ككيان، نحن ما بنعترف فيهم، بس نحن موجودين غصبا عن كل الموجود. طموحاتك بالتصوير وصلت له ولا لسه في عندك طموحات اكبر من هيك؟ الله، يعني اذا وصلت للعالميه بهالطريقه وباعلى درجه ماستر، يعني اعلى درجه هي المعلم، وصلت لها وعندي معارض، يعني لما عرضت بالمتحف الوطني الهولندي مع بيكاسو ومع فنانين بول جوغاي وغير، ولما عرضت هون بعده عندي تقريبا 40 معرض دولي، وانا بعمر صغير لسه عندي كمان، اذا الله اعطاني العمر رح نعرض اكثر. هلا في عندي معارض في نيويورك، في عندي معارض بلندن، في عندي معارض بباريس، وفي كتير، وفي عندي خطط يعني استراتيجية مش بس لألي كمان، هلأ رح أسعى لزملائي الفنانين اللي من جميع أنحاء العالم.
استاذ ابراهيم، في كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين؟ أنا بحب بقول كلمة، الفن هو جواز سفر عبور للعالم، وما تفرقه السياسة يجمعه الفن. خمس فنانين سوريين هو انتماء إلى الوطن الحبيب سوريا، هذا الوطن اللي أعطى فن وفنانين للعالم كله، أعطى تاريخ وأعطى حضارة، لأن سوريا هي أرض الأنبياء، هي سوريا أرض الملوك والأجداد، سوريا هي أرض الكرامة. نحن تربينا في وطن غني، وبيكفي لما نحن نتواجد في سوريا، بيكفي أنه لما نتواجد في سوريا نتواجد مع الإنسان، مع الإنسان الكريم، مع الإنسان اللي بيحس فيك بإنسانيته. أنا كل إنسان بحب أقول له كلمة، التزم وخلوك يعني خليك صبور للحياة، لأنه أنت بالأخير رح تصل، بس إذا استعجلت كتير ربما رح تقع بمطبات. أستاذ إبراهيم أتشكر كتير، وأتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح في عملك، والتوفيق والصحة، وشكرا كتير لك. شكرا لك وشكرا للتلفزيون، ونتمنى التلفزيون نتعامل مع بعضنا، لأنه أنا عندي مشروع كبير بعمله بخدمة شعبنا. طبعا التلفزيون أنا عم أتفرج عليه، قفزته قفزة حلوة، عم أحس فيه تطور سريع جدا جدا، بده التعباية، بإيد وحدة بعرف ما بتصفق، بس نحن معكم نسندكم وأنتوا بتسندونا، بنكمل بعضنا، بيكون تلفزيون له صورة حلوة كتير كتير إن شاء الله. شكرا كتير. مشاهدينا الأعزاء، إذا كانت الموسيقى هي غذاء الروح، فإن فن الرسم هو الروح بذاتها. شكرا للفنان إبراهيم قطو، وللفنانين السوريين الخمس الذين شاركوا في إنجاح هذا المعرض. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.